واكيد مكملين فقراتنا معكم ووصلنا لفقرتنا الاخيره ورح نحكي فيها اليوم عن الحرف وعن مشاركه حاضنة الدمر الثقافيه للحرف التراثيه في المؤتمر العلمي الثاني في كليه الاداب. واكيد كثير من التفاصيل رح يخبرنا عنها اليوم شيخ كار في الحفر والقص بالليزر الاستاذ احمد عداس. يسعد صباحك. يا صباح النور. صباح الخير استاذ. صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. تعودنا دائما ضمن صباحنا نسلط الضوء على الحرف السورية التراثية الثقافية وأيضا شيوخ الكار وعملكم اليوم. خلينا بداية نعرف عن مشاركتكم كحرفيين بمعرض الحرف التقليدية لحاضن الدمر المركزية بكلية الآداب، شو بتحب تخبرنا أكثر؟ طبعا نحن بالنسبة إنا خرجنا من حرب ضروس كانت وقاسية علينا، وهي الحرب خلت كثير من الحرفيين نخسرهم سواء بالهجرة أو منقول رحمة الله عليهم. اليوم نحن عندنا رسالة معينة هي إحياء الحرف التراثية وعدم اندثارها وبقائها موجودة، لسبب أنه هي بالعالم كلياته محبوبة كحرف سورية. يعني لما أنا بقدم حرفة بالعالم كلياته بيقولوا عنها هي سورية، كلمة سورية تعني الجودة بالنسبة لهم. أكيد. يعني لما بالجزائر كان في عم يتباهوا أنه أنا هي القطعة هي جايبة من سوريا، فهي معناتها قطعة حرف سوري، قطعة مصاغة بإيد حرفي سوري مبدع. اليوم نحن بحاضنة دمر الحرفية هي أكبر تجمع لشيوخ كار مدربين للمهن، فنحن منعلم هالمهن هاي ومندرب عليها حفاظاً على هالمهن هاي ما تندثر أو تنتسى. طبعاً إضافة لهالحكي هاد عم نسعى لعصرنطة بما يتناسب مع الوضع اللي نحن هلأ موجودين فيه. اليوم في شغلات لازم نراعي فيها الواقع الحالي، ما عاد فينا مثل ايام زمان كانت بيوت عربي مثلا كبيره ممكن تاخذ القطعه مساحات كبيره ما في مشكله. اليوم بدنا نكثف الفن تبعنا بقطعه صغيره تتماشى مع هالبيوت. اليوم نحن تواجدنا بمعرض كليه الاداب كمان له هدفين. الهدف الاول لنورجي الحرف تبعنا للناس وللمشاركين العرب الموجودين في عندنا اخوه من العراق موجودين معنا بالمؤتمر، فيشوفوا هالحرف تبعنا، يشوفوا هالابداعات السوريه هالنقص هي اللي عم لا زالت باقيه بهالبلد هي وعم تشتغل وتبدع وتعطي انتاجاتها الفنيه. والهدف الثاني هو توجيه الناشئه لهالحرف هي. اليوم انا لما بدي اوجد نفسي بين مجتمع شبابي وعرف عن المهنة تبعي بين مجتمع الشباب، فأنا عم استقطب جيل الشباب لهالمهن هاي. اليوم هلأ مثلاً على سبيل المثال أمس أحد الشباب بيقول لي عم أنا كيف ممكن أني فوت هالمهنة هاي أو كيف فوت هالحرفة هاي. فطبعاً بكل بساطة الموضوع ما عليه إلا أنه يتوجه على حاضنة الدمار الحرفية. في عنا دورات مجانية تعريف بالمهن، يعني أنا لما بدي أعرف عن مهنتي كل فترة وفترة بنطلق دورة مجانية، بنجيب هالناس اللي حابين يفوتوا هالمهنة بنشرح لهم عنها شو فوائدها وشو ميزاتها شو عائداتها كمان شو العائدات المادية، لأنه كمان بتلعب دور. يعني أنا لما بدي واحد بده يفوت على مهنة ما يقول مثلا ممكن يكون تعبها أكثر من جدواها الاقتصادية، فهون بتلاقيه متلكك شوي أو متراجع، بس لازم يعرف شو اللي جاي قدامه وبنفس الوقت شو مخاطرها لحتى ما يكون في إلى سلبيات أو آثار جانبية. فهي الدورات التدريبية نحن عم نطلقها كل فترة بحاضنة الدمر الحرفية بغرض أنه الناس تعرف شو هي المهن هدول. تمام. نحن طبعا عم نشوف مقتطفات ضمن المعرض يلي عملته حاضنة دمر بكلية الآداب، ولكن خلينا نعرف هيك كيف كان إقبال الناس والموجودين على الأعمال الحرفية السورية ضمن المعرض. رائع الإقبال بالنسبة للحضور كان رائع، وشعبنا ذواق للمهن وذواق للتحف وبيقدر إنه هالتحفة هي مصنوعة باليد وقديش عم تاخذ جهد. يعني نحن بالنسبه لنا بنوقف بنسمع الناس الزوار تبعنا بيقولوا فرج هي قديش اخذ شغل معهم،
يعني هالأمر هاد فعلاً هي القطعة ما بتطلع القطعة من بين إيدينا إلا ما تكون استوفت حقها من الجهد والوقت والتعب. ونحن كمان هلأ بشغلة تانية بحاضنة الدمر أنشأنا كمان جمعية تعنى بالتراث المادي واللامادي، جمعية العادات الأصيلة، وأنا المدير المالي لجمعية العادات الأصيلة. هون نحن في عنا شغلة تانية كمان من ضمن عاداتنا الأصيلة، هي مراعاتنا للأشياء المادية أو اللامادية الموجودة بحياتنا. فكمان هذا الأمر طغى على حرفنا وطغى على صناعتنا بمراعاة أنه هذا الأمر لازم يكون موجود. يعني أنا لما بدي أطلع قطعة، هيا هل ترى من عاداتنا، من تراثنا القديم، من تراثنا اللامادي اللي موجود فيه شو هي؟ فبدي راعي هالأمر هاد، عم أطلق سلعة قديمة فكرياً حديثة أو معصرنة تتناسب مع الوضع الراهن. طيب خلينا نحكي أكثر عن حرفة الحفر والقصب الليزر يلي بناسب مختلف المناسبات اليوم، نحكي عن جديد الأعمال الموجودة يلي شاركتوا فيها. هلأ نحن بالنسبة لموضوع مهنتنا، خلينا نحكي، هي حرفة النقاشين سابقاً والأركت اليوم حالياً هي تعرف حرفة كانت يدوية بامتياز، مع دخول التكنولوجيا دخلنا إلها القص والحفر بالليزر. طبعاً هاي المهنة نحن بالنسبة لنا متشعبة بكل المهن. هلأ عامل عرض للمهنة أو دعاية للمهنة، خلي الناس تعرف شو هي قصة القص والحفر بالليزر. اليوم هاي المهنة مرتبطة بكل شيء مهن موجودة بالحياة، يعني سواء كانت أرمة محل بدها تنصاغ على هالجهة هاي، أو الألبسة والأحذية لما بدها تتفرغ أو تنرسم عليها رسومات تزيينية خاصة، كمان هذا الحكي بيصير من خلال الليزر. إضافة لهالشيء هاد في المنتجات الجاهزة اللي بدنا نكون عم نطلعها وننتجها. هلا سؤالك كان بما يخص انه المواسم شو هي؟ المواسم عنا مصنفه بتبتدئ معنا من اول شيء عيد الميلاد الكريسماس بشهر 12 بتبلش، وبيجينا بعد منه عيد راس السنه، بعد منه في عنا عيد الفالنتاين، عيد الام، عيد المعلم، كمان عنا رمضان، عيد الفطر، عيد الاضحى، ومناسبات التخرج. طبعا لكل من مناسبة من هالمناسبات هاي فإلها طابعها الخاص فيها والأشكال اللي بتهمها. طيب أستاذ خلينا كمان نحكي أكثر عن الدورات التدريبية اللي حكيت عنها وذكرتها من شوية، مين ممكن اليوم أو شو هي الفئة العمرية أو حتى من الشرائح المجتمعية ممكن تقدم على هاي الكورسات وتتدرب فيها، وكيف بتتم ورشات التدريب لإلهم؟ طيب هلا بالنسبة للفئة العمرية، هي كل من بلغ فوق سن 18 بإمكانه يكون موجود معنا لحتى يقدر يتعلم هالمهن هاي. طبعا دون 18 فهو دورة صيفية، ممكن تكون دورة تعليمية. طبعا هي مجانية أستاذ؟ دورات تعريف بالمهنة مجانية، أما الدورات الرسمية فهي عادة بتكون مأجورة وبمبالغ رمزية، يعني إذا بنحسبها. بس التعريف بالمهن لا، بتكون عادة مجانية. طبعا هلا الدورات المجانيه اللي نحن بنطلقها مثل ما حكينا لها غايه معينه، هي تعريف بهالمهن. كل شخص سواء كان شاب او صبيه حابين يتعلموا هالمهن، اوكي مو بس شاب وصبيه، حتى لو كان انسان كبير بالعمر ممكن بهالحكي هذا يفوت ويدخل هالمجال هذا. ما في شيء اسمه فات قطار العمر وانتهى وما عاد فيني اتعلم ولا عاد فيني اسوي، دائما العلم مفتوح، والانسان كل إنسان بيسعى لشغل أو جهد رح يحققه ما دام حاطه بين نصب عينيه إنه أنا بدي أتعلم هالشيء هاد وأبدع فيه، فأكيد رح ينجح فيه. تمام. هذا نحن بالنسبة إن الدورات التدريبية هي عم توفره لهالناس هاي، وبنفس الوقت هي عم تكون مصدر دخل جيد للشباب أو الصبايا أو الناشئة، خلينا نقول
انه يكون في عندهم دخل جيد يرفض دخلهم الاسري ويكون له لمسه فنيه جميله عندهم. تمام استاذ، بالختام خلينا هيك نتعرف اكثر عن طبيعه عملكم ضمن حاضنه الدمر التراثيه، واكيد نتعرف اكثر من حضرتك عن مشاريعكم القادمه شو مجهزين. هلا نحن بالنسبه لنا وجودنا بحاضنه الدمر وجود كهيئه شيوخ كار مدربين، نحن عنايتنا اهم شيء هو الناس اللي حابه تجي تتعلم، بنفس الوقت هو الانتاج. فاول بالنسبه لانتاج، نحن خطوطنا الانتاجيه او الاليه والفكر الانتاجي اللي موجود عندنا هذا ضمن السيطره، ما في مشكله عليه، لانه سعينا الدؤوب انه نستقطب الناس لتجي وتتعلم هالمهن ونأدي رسالتنا بالشكل الصحيح. اليوم نحن يعني ما لنا ضمنانين العمر نفسه اللي عشناه، بدنا الجيل الجديد يحمل الراية ويحمل المسؤولية ويحمل المهن هاي ويحافظ عليها لحتى تم العبق بالحرف السورية موجود مدى الحياة. طبعا بالنهايه هي اسمها حاضنه الدمر، يعني اكيد لكل المحبين لانهم يفتحوا مشروع او يتعلموا مهنه حرفيه جديده وكمان بياخذوا شهاده وبيمتهنوا هاي الحرفه ضمن حياتهم، اكيد حاضنه الدمر فاتحه احضانها وابوابها لتدريب والكورسات، وبدنا نتمنى لكم اكيد كل التوفيق والنجاح. استاذ احمد دعاء شكرا لكم واهلا وسهلا فيكم وبكل مين بيحب يدورنا بحاضنه الدمر، سواء استطلاعيا لحتى يعرف شو هي الحاضنة، شو الأفكار اللي موجودة بالحاضنة، فالحاضنة مفتوحة للجميع وأهلا وسهلا بكل من حابب يحضر ويتفرج ويشوف. أكيد نشكرك كثير ويعطيكم ألف عافية على جهودكم الكبيرة، لأنكم دائما كشيوخ كار عم تحاولوا تحافظوا على هي الحرفة اليدوية السورية. شكرا لك أستاذ نورتنا. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا لك.